ازيكم يا جدعان؟ النهارده معاكم ميس فاهم من جوكوب، رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده جايب لكم حلقه جديده، مش حلقه يا فلوج شويه بجد. ايجيبشن جيمنج باريس بقى لها سنتين، كملت السنتين من شهرين او 3 4 شهور، بس انا ما كنتش فاكر لان انا بجد ما بقتش مهتم بالموضوع قوي، ما فكرتش ان انا هفكس الموضوع، بس انشغلت شويه 3 شهور في مصر وبعد كده رجعت، يعني كنت مفخر شويه، بس اديني رجعت اهو، قلت اعمل فيديو هتكلم فيه شويه عن شويه حاجات حصلت في الشانل. انا كنت عايز اتكلم برضو عن الحاجات الكويسه بالنسبه ان دوت فيديو بتاع سيليبريتنج بالتو ييرز بتاع الايجيبشن جيمنج بيريدز. الموضوع الصراحه كان متعب جدا، جت فتره في حياتي كده بالموضوع ده كان عامل لي ازمه في حياتي، بس مش مشكله. ايه يعني؟ ها؟ ايه يعني؟ ايه المهم ان احنا كده؟ انا ببص لك هتفائل. انا النهارده هتكلم عن احسن حاجات حصلت لي الصراحه بسبب الايجيبشن جيمنج باريدز. يعني الحوار بدا ازاي اصلا؟ انا كنت في جريد 9 يعني من سنتين، كنت قاعد فصاحبي واحد كنا ناويين ان احنا نعمل، انا كنت انا وثلاثه كمان كنا ناويين ان احنا نعمل الموضوع دوت، كنت انا يوسف واحد اسمه زياد واحد اسمه عمر واحد اسمه محمد، محسن جه متاخر، كنا متفقين ان احنا هنعمل خلاص ايجيبشن جيمنج باريس، وبعد كده الموضوع فكس خالص والناس كلها نامت وما فتحناش الموضوع تاني. بعد كده انا بقى ابويا كان جايب لي ايباد، قلت اما افكر استخدم الكاميرا بتاعته كانت كويسه كصور بس كانت زباله قوي. حتى لو انتوا لاحظتوا لو نزلتوا تحت شويه في الفيديوهات بتاعتي القديمه لو ان الكاميرا الصراحه كانت مقرفه قوي الصراحه. يعني كان حوار الصراحه حلو لذيذ قوي لان اصحابي في الاول كانوا يعرفوا، يعني الحوار بدا باصحابي. بعد كده الشهر اللي فات تقريبا كنت في مول، كنت واقف زي اي مواطن عادي بشتري اكل، فجاه كده لقيت وات كيوت كده عسل جاي بيقول لي هو انت يوسف بتاع ايجيبشن جيمنج باريس؟ دي كسب يا ناس، ابني بطل مصر، بطل مصر ده بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. تعبت وربنا نصرني بدعوة امي قدرني. انا بجد شخرت، فاهمين شخرت من كتر الفرحة. هو ايه ده؟ قعدت اقول له انا اللي عايز اتصور معاك. من كام يوم كنت ماشي مع صحابي في الشارع، ففي واحد صاحبي راح يسلم على ناس، فالناس دي طلعوا عارفيني برضو، قلت لهم برضو انا اللي عايز اتصور معاكو. الحوار كان يعني في شويه حاجات نيجاتيفز وشويه حاجات بوزيتيفز. النيجاتيفز مش عايز اتكلم عليها قوي لان النيجاتيفز اكتر من البوزيتيفز، فالحوار مش مطلوب يعني مش لازم اتكلم عليه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بقى ان انا زي ما انا مفخد الايجيبشن جيمنج كله مفخد معايا، محدش تقريبا بينزل فيديوهات. موكي يوتيوبر ممكن كلكم ما تكونوش عارفينه، اسمه نور الدين، دول اكتر اتنين بينزلوا. في عندك اكس دو باي برضو بينزل بس كل فين وفين، بس هم دول التلاتة. تخيلوا انتوا تلاتة والتلاتة دول مفيش كونتنت ممكن اجيبه اتريق عليه، فاهمين؟ الحوار الصراحة يعني صعب جدا ان انا اقعد اربعة، يعني اقعد زي زمان كان فيها حاجات كتيرة قوي ممكن اتريق عليها. غير كده بيجي لي ناس كتيرة جدا بيقولوا لي انت ليه ما بتتريقش على الناس الكبار؟ ما هو انا مش هتريق عليهم يعني، فاهم؟ مش هجيب كده فيديو اتريق عليه بس كده علشان يكون اسمي ان انا جبت ناس كبار. قلت الكلام ده اكتر من فيديو بس ما حدش بيفهم. جالي كومنت قبل كده بيقول لي هو انت ليه ما بتتريقش على موكي ولا هو عشان صاحبك يعني. بجد انا اعمل ايه؟ انا مش فاهم بجد. فجت لي كذا فكره كنت عايز اقترحها معاكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتس تحت. دوت اول مره اعمل فلوج، فالموضوع هيبقى اكتر من الحلقات انتوا هتساعدوني فيها. هتلاقوا تحت في الديسكربشن لينك الفيسبوك بيج بتاعي، اي فيديو عربي بقى كان سعودي مصري خليجي صومالي اي حاجه هتلاقوا تحت في الديسكربشن لينك الفيسبوك بيج ابعتوا لي. الحاجه الثانيه بقى، الفكره الثانيه كنت عايز اكلمكم فيها برضو ليها علاقه بالفلوجز، ان كنتوا هتقترحوا لي موضوع مثلا كل اسبوع كل اسبوعين مره نعمل فيديو هنتكلم في موضوع ليه علاقه بالجيمنج. فكرت كذا مره ان اعمل حاجه بره الجيمنج شويه اللي هو اوتسايد ذا بوكس، بس ما لقيتش الموضوع هينفع. الديسكربشن برده تحت هتلاقوا لينك الفيسبوك بيج بتاع ايجيبشن جيمنج باريس، ابعتوا لي عليها وقولوا لي رايكم ايه المواضيع مثلا انا عايزه اللي انتوا عايزين اتكلم فيها، ان كان مثلا اللي هو اسعار الجيمنج في مصر ازاي مهوله وازاي عاليه، ازاي اليوتيوب، حاجات كتير انتوا ممكن تبعتوها لي ممكن نتكلم عليها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتس تحت. برده تحت في الديسكربشن هتلاقوا برده اللينك بتاع الاسك بتاع الايجيبشن جيمنج باريس لو عايزين تسالوا اي سؤال. سنتين على الايجيبشن جيمنج باريس، انا بجد بقالي 8 شهور ما نزلتش فيديو، مش عارف 8 شهور دي كنت بعمل ايه. بس يعني ودي كومباك لطيفه جدا، والسلام عليكم.